اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. طيب على الجانب الاخر عايزين نعرف ردود الافعال وكل المتابعين والمشاهدين ووسائل الاعلام ازاي تابعت واهتمت بوصول بعثه فريق النادي الاهلي منذ الامس والنهارده اليوم الاول استعدادا للمشاركه في كاس العالم للانديه. لذلك في هذه اللحظات اذهب مباشره من خلال فقره ترند اونلاين عبر السكايب مع الزميل العزيز الاستاذ عادل هيبه الناقد الرياضي عشان نساله على بعض التفاصيل المتعلقه باستقبال البعثه وردود الافعال وكيف تابعت واهتمت وسائل الاعلام استقبال بعثه النادي الاهلي في ظل حضور جماهيري لم يسبق له مثيل خلال هذه البطوله. استاذ عادل اهلا بيك، منور شاشه قناه النادي الاهلي. استاذ محمد سعيد الاعلام المتالق تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الحقيقه انه النادي الاهلي حظى باستقبال اسطوري من جماهيره يوم امس، كان حوالي 5000 متفرج موجودين مشجعين للنادي الاهلي حاملين علام النادي وقعدوا يهتفوا للكابتن بيبو بيبو بيبو، وبعد كده هتفوا للكابتن مؤمن زكريا اللي بتمنى له الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله ويعود سريعا للفريق. بالاضافه كان في تواجد كمان عند فندق اقامه الفريق، كان تواجد جماهيري مميز برضو، وكل الجماهير بتطالب اللعيبه ان هم يزوروا شخصيه النادي الاهلي ان شاء الله ويحققوا اداء ان شاء الله يا رب يكون افضل كمان من انجاز 2006 ان شاء الله رب العالمين. طيب استاذ عادل، انا عارف طبعا حضرتك من الصحفيين المصريين اللي كان بيغطي فريق النادي الاهلي قبل السفر، طبعا بتمنالك التوفيق يا رب في رحله العمل الخارجيه وصوره طيبه بالتاكيد للاعلام المصري، لكن عايز اعرف يعني وسائل الاعلام مدى يعني متابعتها لوصول بعثه النادي الاهلي، اهم المنشتات النهارده صباحا اللي اهتمت بوصول البعثه، ردود الافعال كمان من وسائل الاعلام وعبر السوشيال ميديا هناك اول ما شافوا استقبال جماهير الاهلي للبعثه في ظل ان الفريق الكوري لما وصل ما كانش فيه نفس المشهد، الفريق المكسيكي لما وصل صباح اليوم ايضا ما كانش فيه نفس المشهد. مظبوط استاذ محمد، الحقيقه انه وسائل الاعلام المحليه افردت صفحاتها اليوم والملاحق الرياضيه المتخصصه ليها عن النادي الاهلي والاستقبال الاسطوري اللي حظى به النادي الاهلي. بعكس زي ما حضرتك قلت، اولسن هيونداي الكوري الجنوبي وصل في سكون تام، ويعني من المطار لمقر الاقامه الفندق، ونفس الامر حصل مع تجريس المكسيكي النهارده باستثناء يعني افراد معدوده كانت في استقبال الفريق من الجاليه المكسيكيه. لكن النادي الاهلي حظى كمان بتغطيه عالميه تلفزيونيه متميزه يوم امس واليوم كمان، كانت التغطيه متواصله. بالاضافه زي ما حضرتك قلت وسائل الاعلام العالميه افردت صفحات ومنشطات كبيره جدا لحضور النادي الاهلي للدوحه للمره السادسه كثاني اكثر فريق مشاركه في المونديال، وكل ده بيخلي النادي الاهلي يتصدر يعني العناوين في كل المناسبات. طيب المساحات اللي موجوده من خلال الصحف الوطنيه لمتابعه كاس العالم للانديه اكيد في ملاحق مخصصه للرياضه، المساحات المفروضه لبعثه الاهلي واهميه وجود الاهلي في هذه البطوله كمحفل دولي كبير، برضو تقدر تقول لنا الصوره ماشيه ازاي في هذا الاطار؟ المساحات كانت كبيره وكان في حوارات مع وائل جمعه نجم النادي الاهلي السابق، الكابتن طارق دياب محلل بي ان سبورت ووزير الرياضه التونسي السابق، اكثر من شخصيه رياضيه متميزه هنا اتكلمت عن النادي الاهلي وعن مواجهه الاهلي والدحيل اللي هتكون ان شاء الله يوم الخميس المقبل واللي بتتصدر كل العناوين وكل الاهتمام. عايز اقول لك كمان يا محمد، الجماهير فيما يخص موضوع التذاكر والحضور ان شاء الله رب العالمين يعني مش هيكون اقل من 10000 مشجع للنادي الاهلي موجود. عايز اقول لك كمان خبر ثاني انه الجاليه الجنوب افريقيه بتساند النادي الاهلي، بتنضم للجاليه المصريه هنا وبتساند النادي الاهلي في المباراه امام الدحيل ان شاء الله، ودي جاليه كبيره جدا موجوده هنا بتشتغل في مشاريع المونديال، وان شاء الله المباراه هتحظى بحضور جماهيري. اعتقد يعني ان شاء الله رب العالمين هيكون لي مفعول السحر على اداء اللعيبه اللي اتحرمت السنين اللي فاتت دي من اصوات الجماهير. يعني رغم ان الساعه الرسميه هتكون 30% من الملعب بالكامل، بنتكلم في حوالي 13000 بس من ضمن 40000، لكن انت متاكد ان ال 13000 هيكونوا موجودين بالكامل داخل الملعب واكثر من 75% هيكون من جمهور الاهلي بالاضافه لجاليه جنوب افريقيا عشان طبعا بيقود الاهلي مدرب جنوب افريقي بيتسو موسيماني. مظبوط استاذ محمد، وتقريبا يعني التذاكر نفذت خلاص تمام لكل المباراه. كويس جدا. لكل الحضور الجماهيري، وان شاء الله هيكون حوالي من 10 ل 12000 مشجع اهلاوي بالعلامه الحمراء وبفانيلات النادي الاهلي، وتشوف ده وان شاء الله اتمنى واتعشم يعني انه اللعيبه تظهر بقى رد جميل للجماهير دي باداء قوي ان شاء الله يتكلل بالفوز
والصعود لمواجهه بايرن ميونخ ان شاء الله رب العالمين. طيب استاذ عادل، سؤال اخير، وبرضه انت بالتاكيد متابع لكل الفرق والفرق هناك في الدوري المحلي، فريق دحيل حاليا في معسكر مغلق ولا لسه ما دخلش في اجواء البطوله، خاصه بعد اخر مباراه كانت من حوالي 4 أيام أو 5 أيام؟ الدحيل خلاص دخل في اجواء البطوله، استوى الصفحه المحليه تماما بعد فوزه الكبير في ربع نهائي كاس الامير على النادي الاهلي 6-0، النادي الاهلي القطري. الفريق بيستعد بشكل كويس، المدرب بتاعه صبري اللاموشي عامل برنامج اعداد قوي جدا، في تركيز وفي دراسه للنادي الاهلي ومن خلال مشاهده مبارياته اللي فاتت في الدوري. صبري اللاموشي كان ليه تصريحات مميزه يوم امس على النادي الاهلي واكد فيها احترامه للنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي بيتمتع بخبرات كبيره في المحافل الدوليه، كونه فايز ببطوله افريقيا 9 مرات وكونه شارك 5 مرات قبل كده في كاس العالم للانديه، وكل ده بيخلي النادي الاهلي هو المرشح الاوفر حظا للفوز بالبطوله، لكن هو بيؤمن بحظوظه زي ما قال كده في التصريحات للموقع الرسمي لنادي الدحيل، ان هو بيؤمن بحظوظه وحظوظ فريقه وانه هيسعى لتقديم مفاجاه، يعني تقديم مباراه كبيره تليق بسمعه الكره القطريه. استاذ عادل هبه، شرفتني ونورتني، بشكرك بالتاكيد على هذا اللقاء من خلال فقره السكايب في ترند اونلاين.